الاستاذ احمد صبري موجود في اللوكيشن وعارف ده كان في ساعتنا جدا ان احنا نفضل على نفس المستوى اللي هي. لا هو ما هو مش اللي انا بقوله لصبر عادي مش ثلاث مرات مش هنا لصبر لا هو صوت ادان مش عارف ايه هو طوله يحتفظ بالشحنه الانفعاليه ثلاث مرات ويعملها بنفس الجوده وبعدين انت لما انت بتحب الممثل اللي قدامك في لحظه خاصه جدا ينفع صبر في الكاميرا فانا ما ينفعش لا مش عارف مش الحل نهائي يعني حتى انسحبت انا جيت اسمي اهلا وسهلا منوره في لحظات لحظه خاصه بشخصيه تسامي في المقام ودي لحظه فارقه جدا 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 في المشهد اللي بعد كده بقى اللي عملناه في البيت ده كان استاذ كريم ده يعني محمد ممكن صدق الكلام ده المشهد ده اللي عملناه في البيت يعني عنوان حقيرها في طبعا هو